السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من غالة فقر على قناة النادي الأهلي. محمد صلاح على بعد خطوات من تتويجه بأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، أكيد طبعا إنجاز كبير جدا يتحسب للنجم المصري لاعب ليفربول، وإن شاء الله الجائزة والحفلة هتقام يوم الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. إن شاء الله احنا عارفين إن محمد صلاح مرشح وبقوة، هو كيفن دي بروين ومعهم أسماء كتيرة جدا طبعا هنستعرضها ونتكلم عليها مع حضراتكم، لكن الاسمين دول هما أكبر اسمين مرشحين بقوة للجائزة. لكن في مصادر مقربة من النجم المصري بتقول إن محمد صلاح حسم الجائزة، مش هو اللي حسم الجائزة، ده رابطة المحترفين الإنجليزية اللي بتؤكد إن محمد صلاح الجائزة بقت بتاعته علشان يكتب تاريخ جديد باسم النجم المصري في إنجلترا.